ما فيش تطوير في اي حاجه. لا لا هو شفت الفنجاده ما برضه ما فيش تطوير في اي حاجه، كلهم بيركزوا على ايه؟ اللي بيجي يمسك الاكاديميات اللي هي بتاعت الاكاديميات الخاصه والاكاديميات اللي موجوده، ما اعرفش سايبين القطاع الناشئين والبراعم المفروض واجي على اكاديميات امسك فيها. اكاديميات ايه؟ اكاديميات دي خاصه سواء بتاعت انديه او كل واحد وحر، لكن انا اجيب مدير فني يفيدنا كاداريا وفنيا ويفيد المدربين ويفيد الساحه، لكن انا اجيب بخبير ايوه، اجنبي. ولكن هل تعتقد ان هو هيجيب مدير فني فاهم في الكره المصريه ولا هيقعد 6 اشهر يذاكر؟ لا اعتقد ان هو فكره اختيار مدير فني زي ما بقول لك حضرتك، اكيد في تعرف مدربين ايه؟ قاعدين كده من غير شغل وعاوزين يجوا يتشمسوا في منصب المدير الفني الاجنبي، هيجي هتلقى مدرب طب هيجي قال لك بيتشمس. طب بيقول اه طب بيقول يعني من كلام حازم امام النهارده قال لك اللي في مدربين سيفات وقويين جدا وعاوزين يجوا يشتغلوا في مصر. لو هو ده بيتكلم اللي هو على المدير الفني المنتخب الاول، واعتقد انه باتريس بوميل هو اقرب واحد لتولي المسؤوليه، هو مدرب باتريس مين؟ بوميل فرنساوي وعنده 44 سنه، وكان اشتغل في منتخب مع كوت ديفوار، وهو كان اشتغل برضه مساعد لرينر اكتر من مره، فهو من اقوى الاسماء المرشحه دلوقتي. المرشحين. كان حازم امام طبعا بيتبنى عوده كيروش، لكن في اعتراضات لا كتير على عوده كيروش بس انا شايف ده حازم امام هو اللي بكفايه كان بقى، متبنيها. لا بكفايه بامانه يعني خلاص احنا شفنا وجربنا معاه وخلاص، نشوف مدرسه تانية ونشوف دنيا هو تانية. الاقرب المدرسة الفرنسيه هو مش اللي يعني تولي المنتخب احنا بنلعب الاول. كوره، احنا ما بنلعبش كوره، خلي بال حضرتك انت دلوقتي احنا ما بنلعبش كوره طبعا والله. اه لا بص المفروض امال احنا بنلعب منتخب ايه؟ مصر، احنا كان لا احنا كاداء وشكل المفروض نبقى احسن من كده بكتير. لما انا العب قدام غينيا بالشكل ده قدام اثيوبيا بالشكل ده استاذ محمد احنا كنا في 2010 كان الدوري المصري هو المصنف الاقوى عربيا وافريقيا، من 2010 في تراجع لكره القدم المصريه بسبب حتى الان، الدوري الشرقي لكثير من المشجعين لينا حتى في الداخل او في الخارج هاجروا الكره المصريه، لان الكره المصريه اصبح الحديث عن ازماتها وخلافاتها وليس فنيتها. حتى الجمهور المصري دلوقتي بيتفرج على الدوري بحكم العاده وحكم بعد الماتش بقى بيبدا ايه السوشيال ميديا وده مين فاز ومين فاز، لكن الشباب كله دلوقتي اتوجه للمتابعه على الماتشات العالميه. انت افتقدت المواهب دلوقتي بعد اذن كابتن ياسر، حضرتك ادرى مني في المنتخب الوطني دلوقتي لما مثلا في ظهير ايمن او ظهير ايسر ما بتلقاش ظهير ايسر بديل ليه، لا بتدور مين يلعب في توظف مين في المكان ده، يعني واحد تاني توظفه، فدليل على ان انت افتقدت الموهبه. احنا محتاجين مشروع، كان في اتحاد اليد قبل كده من فتره طويله عمل مشروع اسمه العمالقه وجاب اللعيبه الصغيرين وهو اللي ادى للمنتخبات. شوف دلوقتي كره اليد خلاص بقت في سيستم وبقت على في يعني موجوده ضمن المنتخبات القويه وبتنافس على بطولات العالم. انت محتاج تبني منظومه، وده مش كلام نظري، ده تبني منظومه عشان تقدر تعتلم كره القدم. كابتن ياسر كابتن ياسر عايز اسالك سؤال، المنظومه دي الاحفاد احفادنا بقى الاسماء والناس كانت تكرر دائما ومنذ فتره اسم حسام حسن عشان هم شايفين روحه وغيره والى اخره. اول مره اشوف في مؤتمر صحفي حد يضطر يقول احنا ما جبناش حسام حسن ليه؟ يعني النهارده يطلع حازم امام ويقول له حسام حسن مضى مع النادي المصري، يعني لو ما كانش مضى مع النادي المصري لا كنت لا هتجيبه؟ ما هم قوميه دي ما حدش بيعترض عليه، بس السؤال ده انا سالت بيه قبل كده. ايهاب جلال كان متعاقد وهو لا انا سالت في النقطه ده قبل كده، ايه هي اللي ايهاب جلال ولا حسام حسن؟ قلت لا حسام، كابتن حسام لحافظ القاب. ليه بقى؟ لما تلاقي واحد لاعب احترف بره